18 مليون نخلة. هي إجمالي حظيرة النخيل بالجزائر تنتج نحو 360 نوع من التمور بإنتاج إجمالي قدر ب 11 مليون قنطار، تشكل نوعية دقلتنور 6 مليون منها. هذا الواقع تترجمه أرقام لا تعكس قدرة الجزائر على دعم اقتصادها ومحاولة التخلص من التبعية للمحروقات ولو نسبيا، حيث لا تتعدى الصادرات 3% بقيمة 51.7 مليون دولار وفق أرقام سنة 2018. هذا بمعية وزارة التجارة مؤخرا إلى غرب إفريقيا، لبلا لأنه سوق كبير، سوق محترم، وين شاركنا في عدة تظاهرات، منها نذكر مالي في باماكو كان الطلب، في موريتانيا مؤخرا يعني غير في آخر شهر أكتوبر. عندنا تمور من أجود أنواع تمور تحتل المراكز العالمية بأسماء دول مجاورة اللي هي مثلا تونس، بسبب يعني نورمالمون من المفروض انهم يعاونونا فيه هو تصدير التمور. عندنا صعوبه كبيره في تصدير التمور، صعوبه في الكاشي، صعوبه في تخريج التمور، عده عراقيل، عندنا هده مشاكل. وبالنظر لحجم الانتاج الفلاحي بالجزائر تبقى المساهمه الفعليه في الاقتصاد الوطني ضئيله جدا رغم الصالونات المتكرره سنويا. لقينا تسهيلات كبيره بصح كاين في واحد في البنك في توطيل الفاتوره عطلونا ياسر على جلاش على كحرفيين. رانا نعانوا من واحد الحاجه يا شيخ، كي نقولوا كلمه حرفي يخزرك من الفوق لتحت ويفوت. كما تعد الصناعه التحويليه او الحرفيه رغم رواجها الكبير تشهد اهتمام مناسباتي لم يرقى بعد للتطوير والاستغلال الامثل.